أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم برحمتك آمين آمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا آمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بك آمين اما بعد بيارمتي خواهي تبارك وتعالى اقين درسي چلو پنجم لتدريسي الفقه المنهجي لسر كتاب الصلاة بوين بابي اركاني صلاة لابري جلدي يقلع بري سدوسي وحفت لموضوع سجودا بوين السابع السجود مرتين كل ركعتين قينا امشونيك افرمي ان لا يقصد بالسجود شيئا اخر غيره كخوف ونحوه اما نخوين إسا فرمي واو أن يتحامل بجبهته على الأرض تحاملا بينا بحيث لو كان تحتها لو كان تحتها قطن أو نحوه قطن أو نحوه لانكبس وظهر أثر السجود فيه فرمي نوعي سجد بوان بك مثلا خوين خاتة سري زمين نا يتحامل بجبهته على الأرض تحاملا بينا يعني تيوري خاص وكو حالتك حتى كجوري نزور بيري بخوي اللي تيوري خاص لسر زمين دابني تحامل يعني شي زمين تيوري بخات سري زمين بباشي تحاملك يبين يعني زور تواو ويلي لسر زمين قرار بقري بنحوك لو كان تحتها اقل نجيري تيوري قطن بمبيق بو يا نحوه نحوه تشتكي مثلا اواش البوكو اوا شي بيت لنكبسه بچه تخواره يعني جيگاي تويلي بكي منظوره واسه يعني واسري داني لسجده اغشتكي نرم لسري جيگاي سري ابو جيگاي بكيت يعني سري تر وزني بكي تسري زمين وظهر أثر السجود فيه أثر السجود كيج لوي چي بيت در بكيت جا لسر اما حديثك من هز حديثك امام أبو داود وترمزين روايتي عن كردو نسائج لروايتي كتيرا وابن ماجش أبو حميدي ساعدي رضي خوالي بفرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ومكن جبهته وأنفه من الأرض في غنبري خوالي عليه الصلاة والسلام وقت السجدي برد فالسجدي برد كي مكن جبهته وأنفه من الأرض تويلو لوتي مباركي أوادانية كامل لسرزوي قراري دابو تتمكين يعني وكو أو حالتك يسلي رازكريكا والحديث كترها تو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب نهي كردو لوكا كابرا وكو دنو كليداني غراب قالاو اصطلاحا أوادشون قالاو دنو كليدا زوزو سرانيتا السجدو هلسيتو أو النبي دايب النبي سيت سري لسرطة قرار بكر قو أمل لدليل أم مطلبة زاي هم زاي دروست هم زا خو زاي ألبت الزاي شاعد دروست ربي أن يطمئن في السجود على هذه الحال بمقدار تسبيحة على الأقل لسر أم حالة حد يقل اتمنانك أن دا زي تسبيحي يقبس تقول ذكر ما قلو اتماني شيء أما منزول وصر أعزاء لتحرك بيسنو و نوع شيء سكوني في أبكا مفاصلك حد يأخذ سكوني في أبكا أميشا شرطة تم شروطي إن كان شروطي سجدك وأكمل السجود أن يكبر لهويه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ويضع يديه حذو من كبيه وينشر أصابعه مزمومة للقبلة ويفرق بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن الأرض وعن جنبيه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا كامل ترين سجدة كامسة أكمل السجود أن يكبر لهويه أولا تكبيرك يعني أقول تكبيري شي نكر لهوي يعني شي أوك أرواة أخوار
كاتك أشي تخوار برو خوار شو نكى تكبير وكاني تكبيرة ك تكبيرات انتقال شين ركنين لسنته شبيكة يكبر لهويه ويضع ركبتيه ثم يديه أو زنقولي دابني وقت أروات سجوده إن جاء دوسي إن جاء ثم جبهته وأنفه إن جاء تويلي ولوتي خب لسنا مطلب اختلافية بين بيني زنانة بتا بدي سيش خوشون مطلبك موضوعي كمطرح لبيني نصلي جديدة بتا بت بفربوني رسانة وكتب كان وبخصوص كتبك شيخ الباني هذا رحمة خوالي بي أو موضوع كمي لبيني جوانا كان هنا كعلا بدس بروي بو سجد يا ببي لم بابا دور نوع روايد وارد وولا اختلافي لسره هل لسر دمي صحابة أمره يعني اختلافي لسره هل لسدري صحابه وتأمره واختلافك ايج اختلافك دليل كان دو طرف تقريبا نزيك يكن وللزوريني زانايان اكثريتي زانايان لسر امنك اول زنقول دابني كما سبب امامي شافعيشة انجا دز دابني واكثريتي زانايان لسر امن بعض الزانايني لسر اوكيترنك اول دز دابني لسجداء انجا زنقول إمام بغوي لشرح السنة جلد دولة فري بنجوسيا فرمي اختلف أهل العلم في هذا أهل العلم اختلاف نظري أنزلن بابتا فذهب أكثرهم إلى أنه يضع الركبتين قبل اليدين أكثر يعني لسر من كدو زنقل دابني وقال نافع كمولاي ابن عمر فرمي كان ابن عمر يضع يديه قبل الركبتين ابن عمر دودسي قبل الركبة دودان زنقل دانا وبه قال الأوزاعي ومالك إنه يضع يديه قبل ركبته إمامي أوزاعي وإمامي مالك لسرمان دليل كان ينشيه قطعا تا حد بيسوتان منش كم بحثي أكم حديثك ما ناس كابتداء بزنقل دامني حديث وائلي كري حجرة حديث وائلي كري حجر حديثك إمامي أبو داود وترمزي والنسائي وابن ماجه وابن حبان روايتي عن كردوة أفرمي وائل ابن حجر رأيت جاء أحاديثك بحثي وصفي إنه يجي بيغمري خواك عليه السلام سمي يكلي مشهورة كاني حديثي وائلي كري حجرة إتدوائي لجولاندني قامك لتشهد چون سوشد چون تكبير كردن فر مشهورة تاما وائل ابن حجر نقلي كردوه لو حديثا وائل أفرمين رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ولم أم حديثة فرميشي في غمر بني عليه الصلاة والسلام بزنقولة شو برلدة سكاني أم حديثة نفري كواتيا شريك بن عبد الله النخعي كالصدوق ظلم يخطئ كثيرا خطاي فرأكا وقد تابع شريكا همام عن عاصم عن أبيه مرسلا حديثك لتصحيح وتضعيف اختلافه ترى في مقابل أنجن أم حديثة ضعف واتيا إمام الترمذي أفرمي هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحدا رواه غير شريك نازل كسية الرواية كذبة جز شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه عمل لسلم سهل علم فرمي أنا ابتدى بيو يا إنسان لسجداء أوقات وإمامي ابن القيم لكتبي زاد المعادة أفرمي ولم يروى من فعله ما يخالف ذلك لفعله بيغمبر عليه الصلاة والسلام هيك روايتنا بمخالفة أمركا حديثي ترهس أو حديثي استدلالي بيكان كافرون بدز بروي حديثي كأبو هرير روايتي أكافر من إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبته أفرمي بيغمبر فرميتي عليه الصلاة والسلام كاتي سجدتان برد وكو دانشتني وشتر دامنيشن أجيب كان هركام تنبا أول دز دابني قبل ركبتيه لحديث كافر وليضع يديه قبل ركبتيه ده حديثة كإمام أبو داود ونسائي وأحمد روايتي عن كردوه ظاهرا سندكي صحيحة وعلماء لسلام دو حديثة اختلاف نظرس كمسبب إمام الشافعي أو أبو كيسة خلمان ابن القيم الجوزي لكتبي زاد المعادة أفرمي أم حديثة وهم كتير رويداغ حديثة أفرمي مقلوبة أفرمي الراوي
هاتوا غركي ومعناي فرموده كي پیغمبر كاتو عليه الصلاة والسلام وا فهمي كده كمنزوري پیغمبر عليه الصلاة والسلام او سك دوده سبخي تبرع ابتداء بويا او يخستنا حديثك ها فرموتي اذا سجد احدكم چون لروايتي كتر امتي كجيا كاراتو اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير دانيش وكو دانيشتني وشتر خود دانيشتني وشتر چون شاد بيني بتان ابتداء دودسي كتر كات زنگولي او اچمينتو ديلي راتر افرمي ابن قيم اما هاتو تفسير ام حديث بكاتو وتيتي فز اشي اول دس بخيت برو بزنگول دانيشي زنگول بچمينتو ام وافرمي ابن القيم جوزي ولي خو او زانه انتر افرمن دي ناتواني صراحه انا وقبول كي نهايه لسر امدوسي حديثه شان حديثه كتري شستر صحابه قبل دست شو يكي كدر بفيت شو او اختلافاتك هي تحدي كيش اختلافه كان او عند اختلافه كيش نزيكه يكي وكو امامي نووي رحمتي اخوي ليبي لا شنو كافرمي فتح الباري جلتي دولا بريدي ويستنا وديوك لي نقل كافرمي لا يظهر ترجيح احد المذهبين على الاخر من حيث السنه من حيث السنه أفرمي اللحازي أو كتب قري دليل قوي زين كاميان قوية لا لا من بمشكل يبتواني ترجح هي كي كان لسربي تربيعني نزيكن إن كان أدلة كان نزيكن حتى روايتي كي نقل كذا ابن حجر لا فتح الباري جلد دي ولا فريد دويستنا ودويك لإمامي مالك وإمام أحمد فرمي أنا مخير إنسان هر كامي كابيكا تر هر سورة من دور مشيها هيك كاملة ما أنا بدعتنين والله من جمهوري زانان لسروان إنسان بشي بروه ب زنقولي بروا وابن القيم فرمين لزاد المعادة أهلي اللغة أهلي اللغة إجنشي أواني تلك حديثك أبو هريرة استناد فيها كان إجن زنقولي إجن زنقولي وشتر وشتر بزنقول ناروا بدز أروا شي وشتر بدز بزنقول أروا وشتر بزنقول أروا زنقولي وشتر يروا لكيا وعلى دسيا فزشي إما بزنقول نتي هل يبوي والله ابن القيم فرمي أما أهلي لغات ناي ناسن چون بدسي وشتر يجين زنقول نخيل برعكس وشتر بدز أروا با إما بدز نروي إتا أولا سر أو إنا اختلاف نظر كسكواني أو بدز أتي إما جواب بدز نتي نتيجة موضوعك أو إنا كي لسر هي أدلة كان يجي متشابك يعني نزيق بيكن ناتواني فلور قصي لسركي ولا أبزان ك والله على من زي كتير بالصواب هذا هو بي كإنسان عرف خولكي جمهوري شو يمش خو يسوي وقت بان نبوا بروين كاملا تحقيق مفصلي لسركي نوزاني شونا هلا أو مسبي ما مشافعي ويميز لسر مسبي ما مشافعي روينو نتيجة قالك لسرناكي هيش قالي لسرناكي تيجنايش بره حال أمل الموضوع شاريك وانتي كبافرتو لي بينك الموضوع كي كندان مهمني خب وأكمل السجود أن يكبر لهويه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه إن جالوتي شدابنيت ويضع يديه حذو من كبيه دودسي شبكة لكاتي سجدا لربروي شويني شاني أبي يعني لبرامبري شاني أبي على راستي شاني أبي وينشر أسابعه قامك كان يدسي لسجدا شبكة ينشر باسكا كسي قريك يمراجع كابزاني وهو مطلب أتواني مراجعك بزاد المعادي ابن القيم جوزي أو موضوع لوي تفصيلي داقة ابن القيم رواية كان يأرقسه وينشر أصابعه إتلقى لك شنية نسب الدباب على من نازان بشيو لآخر كتوان ابن يوسي لسنوانا فلم لازمناك ينشر أصابعه مزمومة للقبلة قامك كاني بازك بشرت البتا بيني شان باز نبي هر نايان وسي وكم مشتي أناك دسي مشناك على سجدتا دسي بازك بلام لبيني قامكانيش جفتك قوما أمشي وازر روبا قبلي جبت أمشي وازر لحديثة توبلي لكتبي فتح الرحمن شرح زبد ابن الرسلان إمام الرملي رحمتي قائلي بجندي يقلها بريتش ورسندو شستو سيفرمي يصن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده تفريقا وسطا بأن يكون بينهما قدر شبر فيكون تفريق ركبتيه في سجوده بقدر الشبر أفهمين السنة
سنته بونو يشكر لكاتي قيامية لكاتي ركوعية لكاتي اعتدالية لكاتي سجودية بيني دوباي كمي باسبك تفريقي كي وسط نفره يسوى بحثي أكم ولي أو حديثي كفرمي ينشر أصابعه حديثي لسرى حديثي كإمام ابن حبان روايتي كاو سندكيشي صحيحة بعض موائل روايتي كاو ابن حجر أفرمي كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت الركوع أشو فرج بين أصابعه بين قام كاني بازبو ولام للسجود بين قام كاني أوست أما الحديثة أما أميك فرميت الروبا قبليج بيت حديثة ك لنسب الرأي زي العيدة أتوان مراجعي كابرا قركي بمراجعي فيبكا توزي حديثة كسنة لكي مشكلة كواتيا حديثة كبراء كري عازم نقلية كافر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره وإذا سجد وضع أصابعه قبل القبلة فتفاجأ أي مفتوحة پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتيك السجدة أبرد قام ككاني روب قبلة دعانية فستر أوا سنتني دايبني مثلا كابر أوا أكا روب قبلة مضمومة للقبلة أوا ويفرق بطنه عن فخذيه سكيلة دوراني دور أخاته يعني خوي ناخاته من دوراني وقت أشيته شي سجدة يعني بي خوي جوري بيكا كامل قشتي بدني سجدة بكا نخوي بتاته من دوراني كابر خوي جمو أكا نه سكيلة دوراني دور أخاته يعني سجدة كي أوابت ومرفقه عن الأرض وعن جنبه دو باليشي دو دانة آرنجي دور خاتو لشي للزمينو لدو جنبيشي أو سنته ويقول سبحان ربي العالى ثلاثا سكر دجي حد يقل يعني أما أكملي شيء أكملي سجود أقل أكملك سكر دجي سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى وبحمده جبل لجلسي قبلي بحسب قرد روايتي لسلو بس نكتة للسجود آية بيني دودان بي لباجني بچس بيني يا بيني أم بحس بي أبو يسا ذكرم كي الرملي أفرمي السنة تجيبك للركوع يا للسجود يا لهكيا بيني باكاني وبيني زنقلكاني باز بيت دليلي شي شي دليلي كهلا آخرية مصفحة حديثي كي أردوها قينا لاي بز ليق الروايطة لهي الروايطة كنية واردنا وبيغمبر عليه الصلاة والسلام لسجدا دو باي چسباند بي دو اصطلاحا باجني حديثة كيو إلا سرى إمامي بيهقي نقليها كحديثة كيس صحيحة لبخاري مسلمي شهاتوا أو حديثة كوا أفرمي حزتي عائشة شو خورن بو بينين بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام نيلا لاما أتر فكر بكلا دا نكا چوبية تشوينة كيترو أتر نتشم هاتمنا ومزقود أقر ريانبوي تاريكو أوا دسم أواشان دسم ديكر دا جيري دوباي بيغنبر عليه الصلاة والسلام راصا عقبيه كم حديثة دلالتك على السجدة بيغمبر عليه الصلاة والسلام دو باي تشسباندوه لو حديثة دا خو ابن باز رحمتي إخوائي ليبي وهو تمنى مثلا بما مشافعي سنة باز بيت بينيا ابن باز رحمتي إخوائي ليبي لفتاوى النور على الدربي جلدي هشت لابريد ويستون ودنو تاسيسات أفرمي جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر فهذا يدل على جواز مثل هذا أفرمي حزتي عائشة روايته وارد بوكب آوى بنيوتي بيغمبر ويكرتو عليه الصلاة والسلام أم الدلالتك كأم كارت جائزة هذا من نيجي السنة ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما ظاهر السنة أو كل سنة وارد بوا لسجديش بين الدودانة بيكوشي بي فاصلة بي لأنه صلى الله عليه وسلم شرع لأمته أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقت فرميتي دودة سبا دور كيوتو لخدس كلا راند دور بيت وراند لساق دور بيت پاكيج واسه پاكيجو يعني چي دور بي لأكتر فالأصل
أنهما أن القدمين كذلك أنهما يفرقان كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين من عن الجنبين والبطن عن الفخذين، فالأصل تفريقهما كم كل واحد عن على حدة. بس الفريق أصل وسبينيان جهابي، ولو ألصقها العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أجا جار جاري تشسباندي أمرك واسع وقيناك من زور مشيه مثل بعض وازن سنة وسع عليك أصل وسنة نيشس بيني أمل أمجا. ولا فتاوي لجنة دائمي السعودي شاك إمزاي بكر أبو زيد صالح فوزان وعبد الله بن غديان وعبد العزيز آل الشيخ وبن بازي لسرة همو يعني جن حديثك صحيح سريح واردنا وبيجي دو باب جسبنا لكاتي سجودا. وبناء على ذلك فالأصل أن المصلي دقتك أما تبحثي الركوع تبحثي سجود تبحثي قيامة، فالأصل أن المصلي لا يتكلف إلساقا ولا تفرجا كثيرا تفريجا كثيرا بين الرجلين بل يكون معتدلا. أتنا لقيامي تعقلك كابرا زور باي باس كان هيك وكو بحثي كر حتى مثلا إمامي رملي فرميتي أندازي شبري أندازي بستي ميني بيت وكا إمام غزالي جل أحياء علوم هروا بحثي كان والله أعلم أندازي شبري برحال وايشان نبي كابرا أحسازكا سنة باي فربازكا وايشان نبي كابرا مثلا لسجودي جنبازا محسازكا سنة كباي بشاسبيني حتما نه أيشي أمن لم جهد خب جاء الأخوارة أفرمي روى البخاري ويسد دليل كاني أم سورة تيريتك سورة أكملك دليلتي روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. جاء دو حديثي كذكر مكلا باري چون كنا سجدوا هر دوي دو طرف ترين يكن أم لا يجام حديثة صحيحة أو مقلوبة أو يجنام حديثة قوية أو فعل أم قول تعالى سريع أرون مسألك كإنك لسرني. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا إن جاء الله أكبر كاتك برسجد أروات. وعند مسلم عن البراء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقك. أجا سجدت برد كف دابنو مرفق كانت أرنجا كان برسكرو علي بوي. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه بغمري خوا عليه الصلاة والسلام كاتك السجدي أبرت فرج بين يديه دودسي أو بازكرت حتى يبدو بياض إبتيه تحالتك شرمعي جيري بالي دركوت خب وعند أبي داود والترمذي عن أبي حميد رضي الله عنه ونحى يديه عن جنبيه. نحى يديه عن جنبيه يعني شيء دوري خستو دو دسيلة دو برحال جنبي خوي دوري خستو بيغمبر عليه الصلاة والسلام. ووضع كفيه حذو من كبيه دو كفي شيء لبرانبري دو دانشاني خوي داني أمل سرتك. روى أبو داود عن أبي حميد رضي الله عنه أبو داود لأبو حميد ساعدي رضي الله عنه بنقلك كي في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لباري چونيتي نيجي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام كفرميتي قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. كاتيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام سجدي أبرد فرج بين فخذيه بين دوراني فاصله خص دی وخت بین دوران فاصله بقات بین دودان پایج لا اخر او چیه فاصله کی فرج بین فخذیه غیر حامل بطنه على شيء من فخذیه سکی خو شي نه اخص سری چی سری دوران یعنی کامل فاصله بو انه وسه کمه انسان وخت سجده کا او سجده یک بیک گشتي بانی سجده کا. ام روایته ل سنن ابو داوود ترمذی دا وارده و غیر اوانه حديثك سندك كيتشونه البانيج ضعيفة بلا حديثك صحيحة بمجموع شواهد وصحيحة روايتك تر واردة هل سنن الكبرى به قيدها توا دقيقا بالعكس أم روايته أو يجي بين فخذ كان يشيكر نزيك يكي أخسبو رحال روايتك ترز أو
دراك في مولي أو في ما بي سندي لم زعيف تره دعي إمامي ابن بهيقية فرمي و أو لا ترب صفة صلاة أو سك بيني دوران ونشس بيني وكم حديثك وارد بو أما نكتي لبيرم شو لباري درسكي قبلي كوتمان بحثي أمامان كوتمان سجد كردن لسر عمامة دروز نو آية سجد لسر قجيش دروسته مو يعني مو يسر إمام ابن ملقين لكتبي تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج لجلد يقلع فريدي صفحة أفرمي أفرمي قجي أقل لسر تويل صوزبو وقيناك سجده لسر بري ولي قجي كوا لسر سر صوزبو بيتخوارو أفرمي أو نابي سجده لسر بو يعني بيش إنسان رأيتك على خلاف يتدر خب ليدامي أفرمي لكتبه كمانا وعند أبي داود والترمذي وغيرهما وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه أقل سجدك يا وتي سبحان ربي الأعلى سيكرت أما سجدك تكميل هو أما أقل تكميلة أي أقل الكمال في السجود إمام بغوي رحمتي خوالي بشرح السنة جلدي دولا بريبا جوسيا فرمي اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود أهل علم اختلاف نظر يعني آية السجدة لا سجدة وركوعة تسبيح كردن واجبة يعني فذهب الحسن إلى إيجابه حسني بسني فرميتي واجبة وبه قال أحمد وإسحاق مسبي ما أحمد وإسحاق بن راهوي فأما عامة الفقهاء على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه عامي فقهاء لسر أملك أما سنة ترككي مشكلة كينية خب وتخالف المرأة الرجل في بعض ما سبق فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود جن مخالفه بيا وأكال شيا لا أميك أم حالتانك ذكر كريات دودسي دور بيتو سكيلة رانكاني دور بيتو بيا واسا جن فرقك كما دليلكم لدرسي قبلية ذكر كرد يعني دو درسي قبل بو دليلك شيا فتضم بعضها إلى بعض أثناء السجود بغني خوي جمو أكالكاتي سجودا جن جن بغني فرقك لقل بيا ساتر ترى أم بو أو ولا الروايتان شواردوا دليل كي كان مثلا روى البهقي أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضم بعض اللحم إلى بعض إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل بهقي نقلك كبيغمر إخوة عليه السلام الردب للاي دوجنا كنوجي أناك فرمي كات السجدة أكن باني خوتان جمو كانها فضم بعض اللحم إلى الأرض يعني شيء يعني كامل خوتان زي كي زمين كانوا دستان برز مكانوا دور مكانوا لزمين سكتان دور مكانوا لزمين أو مكان فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل جن لو اشتدى وكو بياني أم رواية مرسلة مرسلي يزيد بن أبي حبيبة كي يبتم لدرسكي قبليشا كي مراسيلي أبو داودي جواردي كالقلوي الرأوت رحمة إخوائي بين التحقيق يكاوتي رجال وثقات بلام الراوية كيواتيا سالم بن غيلانة متكلم فيه يعني بعض المحدثين قصيان لبارك الدول بلام حديثك له شواهد من آثار التابعين وموقوفات الصحابة جميعا شواهد آثارك يزوري لسر كلام صحابة وتابعين آثاري لسر مصهر خدي بيهقي رحمة إخوائي بيه نقلك على جلد دولا بريج وارسدو بنجاريك فرمي قال إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي كلا جوري تابعين أهل كوفس كانت المرأة تؤمر إذا سجدت أن تلزق بطنها بفخذيها كي لا ترتفع عجيزتها ولا تجافي كما يجافي الرجل نخعي فرمي جن وقت السجدة أبرد أمري بيك ريا يعني روشت أوابها أمري بيك ريا تشيبكا باني خوي جمعو كاو سكيب شاس بيني براني او خوي انك بو پشتي جوري برزونه وكناشيرين بيت ووكو بياو دسوشتي بازناكا اتا اما كانت يعني چي كانت المرأة تؤمرو نخعي نقلكا لكي دوري تابعين وصحابة وما يبهقي دو حديثي مرفوعي چي لسر ذكر كدو كحديثة مرفوعة كان ضعف يانواتيا نتيجة ام قصد صحيحة دليلي لسر ونقلي شمكر بوتان لدرسكي قبليا تم لمصنف ابن أبي شيبة بس سندي صحيح ولا ابن عباس وارد
مطلبي بعدي الثامن الجلوس بين السجدتين يكتل الشروطي يا يكتل أركاني نويش دانشتن لبينيكي دو سجدك يجب أن يكون ذلك في كل ركعة أميش الركني نويجة يعني أبيني دو سجد دانشتنكي ركني نويجة لها الركعتك. دليل ذلك دليل مانشية قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث السابق ذكره ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع يعني شيء هل صلوا للسجدة يعني حديث مسيء الصلاة أما تات من حصل كيلكاتي كيا لحالة تانيشتنا. انظر دليل السجود تماشى دليل كاني سجدة بك شروطه شروط كاني شونن أما يشترط لصحته مراعاة الأمور التالية بو صحتي أميشة كيا مراعاة أم أمراني خواتي مشروطة كمان أن يقصد بجلوسه العبادة بمدانيشتنا ما بس في عبادة به ولا يحمله عليه شيء آخر كخوف ونحوه شتي كتر بعض نبي أمكاربك قصتي كتري نبي وكتر سيهاتي كتر أما تدخون دمانا با أن لا يطوله تطويلا فاحشا بحيث يزيد عن مدة أقل التشهد تولي بينا دا تولي كي فاحش بنحوه كتيبه زيادتر لسر عن مدتي أقل تشهد به أقل تشهد تحيات لله تا اللهم صل على محمد أما أتمنى لما سبي ما مي الشافعي مناقشة ما أنكر بحث ما نسر كله درس كاني قبل وتي اعتدالي دواي الركوع تولي بين داتو الأقسام لس بحث نسر كوتي ما مي نووي خوي ترجيحي عمي داقا كي ودل لكايش ما بحث كر صحيح واسم مشكلة كيني تولي جي بيبا ذكر بخويني با جيم الطمأنينة بمقدار تسبيحة على الأقل يعني أقل ما سبي ما من شافية تولي فري في بابا طلبت أنه لك الركنك بجي الركنك صحيح بجي ناول ولوتوان صحيح أبو كواني جيم الطمأنينة بمقدار تسبيحة على الأقل طمأنينة حاصل كحد أقل من مقدار تسبيحيك يعني أو أنك بدني بيست أتديار سنتي دو دسي أخات سري دوراني نزيق بازنغولي و دس هردو دسي لبيني دو سجدة باسا كروايتي كوائل ابن حجر واردة كأفتنها لو روايتها توكب بيغمبر عليه الصلاة والسلام لبيني دو سجدة قامكي تكان أقامكي بردو أكرت كروايتي كشاز باب زانب كشيخ ابن العسيمين رحمة خوائل باستدلالي بيكايجي لبيني دو سجدة أو إشارة باقامكة سنته والله من روايتي كاستدلالي بيكايجي شازة وأقر جينك بحثينك إن شاء الله تعالى إشارة باين كما إشارة بها كم شون لبحث كي جيوازا بحث من سرك دو أو موضوع مفصل أتوان مراجعة كيف كانوا دعاء وشيه دعاي بيني دو سجدي شيه أتواني بيجي ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني حديثي صحيح إلا سروار دائما يا ربي اغفر لي ربي اغفر لي حديثي صحيح إلا سروار دائما أتواني تكراري كي أتواني أمان بيجي مشكلة كينيا نكتيك لباري أم بيني دو سجدي دانشتنك ما نسبي يجن الإقعاء إقعاء إقعاء نوع دانشتنك النهي لك رياقة بين دو سجداء والله من الشيوازة كي اختلاف نظر هسك تشونه يعني لبين زنايانا اختلاف هسك أم إقعاء تشونه دو شيواز أولا نهيك واردة يعني نهيك في غنبر عليه الصلاة والسلام فرميتي كي شيوازي إقعاء دامنشن الحديثة كي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة حديث كيش صحيح حسن ولا سنن الكبرى بهقي وغير ذا وارد به خم إقعاء شونه دو جور تفسير يكن مثلا لبعض الكتب مثلا الإمام الجويني واردة فنوت إقعاء مسك عبرا وقت لبين دو سجدة هلاسيتو بابني تسري دو دانة باجني آه تو هلاسيتو باور راسه كيتو يعني دو باي راسه كره بابني تسري دو باجني فرما مسأ إقعاء طلع صحيح شونه إمام النووي رحمة إخوائي اللي بيفرمي بزانا إقعاء دو حديثي لسر واردة لحديثي كوارد أو إقعاءي ستوزي حمدا أما لحديثي كوارد أما سنة ولحديثي كترى نهي لك رياجة صحيح كامسا صحيح أمسا أم حالة مشكلة كينية كام حالة أما كي ستوزي حمدا أهلا بيني دو سجداتو هلا سيتو داناني شيء لسر افتراج ناكا هل سر دودانا باجني أويسيت أما السنة ومشكلة كينية روايتي الصحيح ما نزل ابن عباس كإمام بيهقيها وردوية رقمي دو هزار حفصد وسيودو
قلنا سمعت تاوزة فرمي قلنا لابن عباس في الإقاع على القدمين وكتو دانشي لسر أو دو قدما فقال هو سنة أما السنة ابن عباس فرمي فقلنا فإنا نرى ذلك من الجفاء إذا فعله الرجل فقال بل هي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ابن عباس فرمي سنة همچنين لروايات كترا واردة لابن عباس ولابن عمريج إذا سجد حين يرفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه أم جوري كتر بو ابن عمر آوا وقت دانشتوا هل صاوتو دو پاكي خستو تسر يك لسر لسر پاكاني دانشتوا فاز أم نوع مشكله كينية هرچن اختلاف نظري لسر ولي أم نوع مشكله كينية أي كام إقعاء أي كام مكروها حرامي جنية معذرتن دانشتن توقو چون سك دانشي دو ساخي نسب كاتو باسمی دانی لسر زوی میتونه سک چون دانیشی اوا پای نسک کردو پای دانی تو لوسطا باسمی دانی تزوی اوا سقا اوا مشکله اوا چون وکو شوازه و حیوانسه پیغمبری خواه علیه السلام هیلی کردو اما لامه مطلبی بعدی که اتینا سیف ان شاء الله تعالی موضوعی الجلوس الاخیرو أو تكبيرانيك لبني سجدة كانت صحيح أو سا صحيح أو سا كتكبيرة الإحرام أو شيء رفع اليدين كان رفع اليدين كان لكاتي تكبيرة الإحرام كبإجماع سنة لكاتي أتشون بو الركوع سنة للاي جمهوري زنان وحديثي صحيح لسرة هلصان للركوع سنة غير أو إلا لهلصان وي ركاتي بو ركاتي سوم نبيت كلوي سنة جا كيش سنة تكبيرك يعني دواي أو كركاتي جود بجهاورد كهلا سيتو بركاتي سوم سنة رفع اليدين كي كيش سنة صحيح وسكاتي هل سيتو لقيامة نلا كاتي كاك داني شديد وكو ابن العسيمين رحمة خالي بهر وآوى توزيح ذات أما تكبير أما رفع اليدين بين تواوي إن كان شي الروايات كي لسر وارد بوا أبو داود نقلي كافرين ثم السجدة ووضع وجهه بين كفيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حديث كان فرين لبين سجود وركوع قشتك للركوع عشوب وسجود لاعتدال للسجدة هلصا ورفع اليدين يأكد بلام مشهور صحيح كامسا أو كيتلا تنها لم رواية وارد بوا والقول يكيج لإمام أحمد وارد كفرميتي لهر خفض رفع كاتو رفع اليدين بي بلام ابن القيم جوزي كتابي زاد المعادة أفرمي ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه لكاتي اعتدال كأشبر سجود دودسي برزو نكت وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضا ابن قيمة روية سيغي روية كوارد يعني تضعيف رواية كرياغة كدودسي برزو نكت وصححه بعض الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم ابن قيمة فرمي وهمة فلا يصح ذلك عنه البتته صحيح يا پیغمبر عليه الصلاة والسلام رفع اليداني كذبه والذي غره أن الراوي غلط من قوله كان يكبر بجيء وبيجي كان يكبر تيتيجي يرفع يديه أم وإني كابن قيم جوزي فالصحيح يعني بل أو روايتك ترهزك الصحيحة أو هيك أبو داود بو ولي مشهور أو أسد دسي برزونا كذا لو كاتانا بس ما سبي إيميشو جمهوری زنانی لسر و سایت کابرا چی جدید دانه اینه شاز به تو لبینیم امته دا بینی لکاسی سجده عمل کن با حدیثی صحیح او همو حدیث صحیحی ترکه فرمی و اینه کردو چی تازه لما سبی احنافا غیری تکبیرت الاحرام نوی دست برزو ناکه تو ایسا بی لبینی سجده کانا دست برزو که با کسی کش کردی خونی جاکی باطل نیه ولی سنت اما بو کیس عرض ناکه خب الجلوس الأخير جلوسي أخير كتأمر ركنه كتري لأركان نواجهك يعني جلوسك بو تحيات لآخرة ويقصد يقصد أتوانبه ويقصد جتوانبه ويقصد به الجلوس الذي يكون في آخر يقصد به الجلوس الذي يكون في آخر ركعة يقصد به الجلوس الذي يكون في آخر ركعة من ركعات الصلاة بحيث يعقبه السلام منظور لم جلوس أخيرة أو جلوس سكلا آخر ركاتي ركاتي نجاتي أقدر ركاتي دانشتني دو أقسي لسي أكتوار
كيتل بدوايا يعقبه السلام والسلام بدوانياتي أم جلوسك يعني خدي جلوسك ركنة نكت فقط تشهد خدي جلوسك ركنة تشهدي ركنة يعني وأني أبي صنط بيجي دابا من تشهدك إجم ولي لسجود إجمي تجزني خدي دانيشتنك ركنة أميك العاشر التشهد في الجلوس الأخير تشهد لجلوس أخير شا ركنة يعني لدانشتني وسط وتشهدي أول يعني دانشتني أول وتشهدي أول ركنية كس يعني إخواني جاكي باطلون ناوي ولأخير شرا لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا وعند البيهقي والدارقطني كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أفرمي قبل أن يفرض علينا التشهد برلأ وتشهد ما نبو فرز بجا هربا ما استدلالا كان جن فزأها دانشتنكي هربوا دانشتنكي خوي بخوي تشيا ركنا أفرمي ابن مسعود لقل بيغمبر بين عليه الصلاة والسلام أمانوت السلام على الله قبل عباده سلام لسر خوي تعالى برلأ بندكاني السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال كاتك في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام نجاكي تغاو كرت انصرف الأقبل علينا روي كرد إمو فرمي إن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله أتذكر إن الله هو السلام ومنه السلام خوا السلام أخوي سبحانه وتعالى السلام وسلامتي جل لا إواته تو دعاء بخواك نعوذ بالله بيجي اللهم السلام على الله نه وبهم يعني دعائي نه بيجن شي بيجن إن الله هو السلام بيجن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما تشهدك هو السلام أي هو اسم من أسماء الله تعالى قيل معناه سلامته مما يلحق الخلق من العيب والفناء لنهاية ابن أسير أو تفسير كذوتو الله تعالى السلام يعني شيء معناه كما سخوا سالم سلامة لو الهر عيب نقصك أقات مخلوقاتي بعيب بنقص جل جلاله لفناء ووانا أقل تشهد شنك أقل أم تشهد شنك آمس التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى يا السلام علينا سلام يا السلام علينا هردو درسته هردو درسته تبيجي سلام على النبي عليك أيها النبي تبيجي السلام عليك أيها النبي هردو درسته سلام علينا وعلى عباد الله وكو إمام النووي فرمي رحمة قلبي سلام علينا يا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا رسول الله أو لا ترى وسبيجي عبده ورسوله أما أقل كيتي أم شوازك لم إنا أرديتي أبم دقاء لهيش حديثي كاتشاون بينكوت كمن يعني اكتفاي كردبي لسر التحيات لله والصلوات والطيبات وانينا أردبي بلان بدليل أميك تشهدي أول لحديث صحيح حديثك وارد لأبو داود وارد وفنى پیغمبر عليه الصلاة والسلام كاتي دانشتني تشهدي أول يأكرت وكو بيجي لسر بردكي داغ دانشتو واندر زوها الله ساوه ويوتيانا كتابت نتيجة التحيات لله أما جنبي تحياتك بجيها وردبه كتان كردتو حتى لصلواتك إيشا كامل نادري لما سبي مامي شافعي دا اللهم صل على محمد أوانده بس أما أقل كيتي أما أقل تشهد وورد في صيغته روايات عدة كلها صحيحة لصيغة تشهد رواياتك متعدد وارد همي صحيح وصيغته الكامل همي صحيح حتى علماء اتفاقي لسر نقلك اتفاقي زنان لسر وكل عون المعبودة فرمي اتفاقي زنان لسر كهر كام لصيغة كان تشهد بجي درسته شون تشهد كز إمام عمر نقلي كردوه هذا ابن عباس نقلي كردوه هذا ابن مسعود نقلي كردوه هذا مثلا ابن عمر نقلي كردوه هر كامي بيجي درسته وصيغته الكاملة لمذهب إمام شافعي صيغة كاملة كامسة رواية ابن عباس إنكا بلان فريت زوريني زانان روايتك ابن مسعود أقرأ قب إنكا ابن عباس فرميتي
لدى الشافعي رحمه الله تعالى ما رواه مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. ابن عباس فني رسول أكرم عليه الصلاة والسلام تشهدي فير كردين كما سوريك القرآن من فيركا. فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. يعني توقع بيجي التحيات لله والصلوات والطيبات درسته. أما روايتك ابن مسعودة التحيات لله والصلوات والطيبات إيش تدرسته؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أما روايتك لعون المعبودي شرح سنن أبي داود هاتوا فرمي قد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر. إمام مالك وأصحاب مالك تشهد إمام عمر يعني انتخاب كردوا. شون بو تشهد إمام عمر؟ دوري خلافتي خوي بسندي صحيح ولموطا دهاتوا أصح الأسانيد. لسر من برا فيري مردمي كرت وتي آوة تشهد بيجن التحيات لله والصلاة والطيبات والزاكيات. اتي دامكي وكو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إمام مالك فرمي چونك علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكره فيكون إجماعا. إمام مالك فرمي بس إجماعي لسرى أما ويت إجماعي لو حضوري قشتي الصحابة أمي وتو هيش كذا إنكاري لسرى بس أما أقرب. لفزكي شبيه لفزكي ابن عباس فقد بجيكي المباركات الزاكيات يا وردوه إنك إمام عمر. نتيجة اختلاف لسرى أفضل بوني سي قشتي جائزة إذا نكتي لي راو أردى جار معنى الفازي التحيات وأنا إن شاء الله معنى كم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم برحمتك آمين آمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما نافعا آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربي أعن ويسر وبارك فيه ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بك آمين. أما بعد فقد نكتيل رواردك ومسألة ستشن بار سؤال تامبر سيوة. الآن من روايتك ابن مسعود ما نبيني روايتي ابن عباس ما نبيني روايتي عمري ما نبيني رضي الله عنه كيش تفرمي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها ما طلبت شونا كنقل كرياجة لابن مسعود فرميتي إما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يعني نقول السلام على النبي. السلام على النبي كاتب يغنبر عليه الصلاة والسلام وفاتي فرمو أما نود السلام على النبي أما شونا أما طلبة تايبت شونك كتبي صفة الصلاة النبي شيخ ألباني نسرية أتلوي بري بيدري أفرترو رائج بو دوبارة لبيني مردما كفريك سيسيجي السلام على النبي. أدل كاني شين لصحيح بخاري دا حديثي رقمي 6265 حديثي كك نقل كذا فرمي لابن مسعود. ابن مسعود فرمي تشهدي بيغنبر عليه الصلاة والسلام أوابو حديثي كيك قبل نخبن دمانو تا أو حديثي فإذا جلس أحد أجد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي لآخر أمر رواية دا فرمي فلما قبض قلنا السلام. قلت لرواية كيب خالد فلما قبض قلنا السلام تأوشنا لإدامة خد إمام بخاري فرن يعني على النبي يعني على النبي يعني لرواية كيب بخاري دا لوي ابن مسعود فهمتي السلام. خب والله من الرواية أبي عوانا كهورديتي لوي يجي فإذا قبض قلنا السلام على النبي بخاري وتر السلام على النبي جرى أول دليل كانت أبو أم يقرأ رواية شغل باني رحمة قال لي الكتيب صفة الصلاة النبي أما تريتو إجا أما سنة إن جاء حديثي كي تريتو لحظة عائشة كلا مصنفي ابن أبي شيبة دا واردة
ولا السنة الكبرى بهاقي جاءتوا فرمي حضرت قاسم بن محمد بن أبي بكر بحسكا كبرازاي حضرت عائشة فرمي حضرت عائشة تشهدي فير كردين وتي بيجن التحيات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته سنة كيسي صحيحة أنجا أمدو روايته تيردو تيردو روايته كي لعطاء ابن أبي رباح لمصنف ابن أبي شعيب حسبوا كموتا شيخ الباني أما تيريتو دفاع كي زوري لسلكه ويجمع سنته حتى بعض لزانا مثلا أم حديثي ابن مسعود كي سنقلب كربوتان ابن حجر أسقلاني لفتح الباري دا لو شونيك أو حديثاني بحثي إنها توتو هاورديوتي لو بحث كافرمي باش يسس فعال تيتبرو شون دواي وفاتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام إما خطابي بيغمبرك إنو إجين السلام عليك أيها النبي أما قصي ابن حجر إجي بعرض جواوكي أوسا أنا أما أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم جواوكي أما سأما خصوصيتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كي أم ليراني وتقولي أما قصي سفيان بن عيينس فرميتي أما خصوصيتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام دواي وفاتي شير إجين السلام عليك جواوكي تري داوسو فرميتي يانا ليرا وكو أهل عرفان إني أكين كي بيغمري خوال لحزوري بيغمر خو مانا أحساسكين أو إجين دواي إجي وقد ورد في بعض الطرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب أما بعده فيقال بلفظ الغيبة لبعض الطرق ابن مسعود وارد بوا كفرق ينخصتو بين زمان حياتي عليه الصلاة والسلام وزماني دواي حياتي لدواي حياتي أفرمي أنا السلام على النبي دواي أفرمي حديثك لباب استئذان أمام بخاري هاورديوتي لطريق أبي معمر لابن مسعود كفرميتي وهو بين الظهرانين وقت اللي بين معنا أبو أمانوتشي السلام عليك فلما قبض قلنا السلام أما تقسكي ابن مسعود أما سيد وإلى إدامة فرمي بخاري يعني على النبي كذا وقع في البخاري وأخرجه أبو عوان في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الإصفهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظه فلما قبض قلنا السلام على النبي بحث لفظ يعني أو لفظ يعني كبخاري لراوردتي حل لراكوتو تلاو لفظ الراوي وكذلك رواه أبو عوان أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم قال السبكي إمام السبكي فرميتي في شرح المنهاج شرح منهاج طالبينا بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوان وحده إن صح هذا أقم حديث الصحيح بيت عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب فيقال السلام على النبي أفرمي السبكي أقم حديث الصحيح بيت دلالة كاتر وتني السلام عليك أيها النبي واجب نية نيفرمو غلطه واجب نية دعاء وفاتي أتواني بيجيج السلام على النبي قلت ابن حجر أفرمي قد صح بلا ريب ابن حجر أفرمي حديثك صحيح بلا ريب وقد وجدت له متابعا قويا ابن حجر في متابعك قوي جدا بودوزي وسو البته بيوتاي الشاهد قوي خاص در بقصك متابع نيامه متابع يعني هر او حديثه مثلا راويه كيتر مثلا شوينيكا دو راوي اشتراك يعني زي الرواية لنفرك ام متابع نيا ام شاهده شاهد بوتري متابع حديثه چونك لفزكي جوريك لأصحابينيك متابعا قويا قال عبد الرزاق صنعاني لمصنفك إخويا فرميتي أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي وهذا إسناد صحيح ابن حجر فرميت عتاب النبي رباح كتابعي كي قورز إمام تابعين أهل مكة أفرمي صحابة كاتب يغنبري خواه عليه الصلاة والسلام زيندبو أن فرمو السلام عليك أيها النبي كاتب وفاتي فرمو أنود السلام على النبي أفرمي أمس سندي صحيحة ابن حجر دواي أفرمي أما الرواية لسعيد بن منصور هاورديوتي رواية سعيد بن منصور نقلي كردوك لو الرواية دا أوارد بوه أما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة كري عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره تشهدي فير كدون أم تشهدي وتوه فقال ابن عباس لويه سعالي كذل ابن مسعود
فرميت ابن عباس إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذا كان حيا. ابن عباس سؤالك باشا إما وقتك رسول أكرم عليه الصلاة والسلام زين دبو أما ند السلام عليك أيها النبي. فقال ابن مسعود هكذا علمنا وهكذا نعلم. زندو مردو إمهر إجنشي السلام عليك أيها النبي. خب فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا. ابن عباس سؤال شتي ليك. وأن ابن مسعود لم يرجع إليه. ابن مسعود قصة كيف ابن عباس قبول نكر. لكن رواية أبي معمر أصح. رواية قبل كلمة صحيح. ترى شنك أبا عبيدة كري ابن مسعود لم يسمع من أبيه. وإسنادك تالاي ابن تالاي أميش زعيفة. أمقسي ابن حجر إسقلاني وشيخ ألباني رحمتي قائل أبي لسفة الصلاة النبي دا أوتي ريتو أفرمي أبي ابن حجر فرميتي وإنك جار حديثكي إن بيلن حديثكي ابن مسعود بيلن حديثكي عطاء كلا مصنفي عبد الرزاق وارد هو مصنفي عبد الرزاق ذكر مكربو تاني سا حديثكي لو يخبر المعنى لمصنف دا آوى وارد هو لقد كان قو حديثكي عطاء سندكي واسل لمصنفي عبد الرزاق آوى هاتوا فرمي لمصنفي عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن عطاء لمصنفي عبد الرزاق خميسين هزار حفتو فنش جاء أم لفزة عن ابن جريج عن عطاء ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج قريشي أم بياوى مدلسكي زور زور تدلس كره سقس لحالة حديثه الراوية كي ثقسه يكلا حفاظة واللي مدلسة يعني شي مدلس يعني أقع عن عنيك نيوت مستقيم حدثني لرا إمام دارقطني أفرمي خلابتني نوعي تدليس تدليسي كيز ابن جريج وش تان بيوبي خب لرا تدليسي يعني عن عنيك دون لعطاء لعطاء عن عنيك دون هل سر أما بعض اللزانان إذن ضعيفة أم حديثة بلام ابن حجر للرواية كي خوياك النقلي كدو ولا فتح الباري فرمي قال أخبرني عطاء لحالك أريتو سري مصنفي عبد الرزاق لو يجي عن عطاء شيخ الباني لكتبك صفة الصلاة النبي لرد لسر الغماري رحمة إخوالي بكيك المحدثين منطقي مغرب مراكش كرد الباني داو زوبينيا بارحال شر مرافق هو لو يجي روايتي ابن جريج لعطاء أو يجي فرميتي روايتي ابن جريج لعطاء عن عني واتيو مردودة عن عني ابن جريج مردودة لو الشيخ الباني لسير أورد ذاته إجي بلي عن عنيواتيا ولي ابن جريج بسندي صحيح ولي نقل كرياغة فرميتي إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه وإن لم أقل سمعته خذي ابن جريج لروايته ابن حجر للتهذيب والتهذيب أي تيري فرميتي أجهر كاتوتم قال عطاء أو بزانا هرشان ليران متوحد دسني منظور ما وصف لين بيست العطاء بيستوما بوشي چونك ابن جريج كاته هاتا درس بخواني نزيكي 20 سال لقل عطاء ابوه نزيكي 18 سال ملازم عطاء ابوه بعض العلماء فرام قصي اوه يعني اما قركيني اتبيجم حدثني عطاء كاك 18 سال لقل يابوم وتمعان عطاء يعني بيستوما لي او تيسي ابو جرر ردي اداتو بلا منكتي والي را ابن جريج لسعة نقلك لسعة عطاء بن أبي رباح عطاء خراساني عطاء بن سائب سيدان عطاء ماهن كدوانيا كعطاء بن عطاء خراساني بتو عطاء بن أبي رباح بي لابن عباس وصحابيج نقلك أنه لعطاء بن سائبنا يسأل لي رانك أقع عطاء خراساني بي إمام أحمد بن حنبل أفرمي كل شيء قال ابن جريج قال عطاء أو عن عطاء فإنه لم يسمعه من عطاء أفهمي هل وقت ابن جريج قال عطاء يا عن عطاء أو نيبستي لعطاء يا إين فرمي يحيى بن معين فرمي إذا قال قال فهو شبه الريح ابن جريج هل وقت التصريح بتحديث النكر يعني نيوت حدثني وتي قال وشبه الريح حيجني استنادي في مكان إذن لراء علماء لسلم إني أنا زيزن أمقصي ابن إمام أحمد يعني شي بعض أواد جميع كانوا شاهد منظور إمام أحمد بن حنبل عطاء خراساني به نا عطاء بن أبي رباح شيخ الباني شون جواب يداتو إجي أولا أمقصي إنهز خيوتيتي فز لعطاء أو فز يعني متصلة دواي إجي أقم مراجعة بكي أم حديثة لدوش ونتراهاتو يكي لكنز العمالي تقي الدين هندي دا كنز تقي الدين هندي متوفي
متولدي 88 هجري متوفى 975 هجري عبد الرزاق صار دويستوا دويج لكتيبي جامع الأحاديث السيوتية كان لسالي نسدو يانزا هر دويان لطريق عبد الرزاق نقليان كريان روايتك فقد والي عبد الرزاق لهر دويانا هاتو أخبرا دي لهر دويانا هاتو أخبرا دي فلا أصلي مسترك حساوة جا شيخ الباني فلن لم دو روايته لم دو كتبوات ومن يجن لينكي عبد الرزاق اشتباهي تصحيفي بوا ويبتي أنا عن شيء أخبرني به وابن حجر لفتح الباري أن يسيتي أخبرني وذي سندكي صحيح نايتن بو فايدي كسك شاهد أمن وارب بيسيتو أهلي تحقيق وعلم بيت أما نقلك روايتك إمامي سيوتيك اللي جامع الحادثة هورديوتي لشوني كهورديتي بشويني أول روايتي كتري هوردو لابن جريج لعطاء كسيغكي أخبرني عطاء بوه كمراجعة كيتو ببصلنا في عبد الرزاق لو يشهر أخبرني هوردو بو أول روايته روايتي كتري غيري أول روايته احتمالي وهمي هسكي إمامي سيوتي لوين أو أخدو أخبريك أو تلك وتباليك هل دوي بأخبرني نسيبه تقيا ديني هنديش هل لم نقلي كردوه هل سيوتي كنزو العمالي قلتوه نزي أم احتمال هس بلام خارج لأم موضوع وقت ابن حجر فرمي صحيحة بوشي وتيتي صحيحة أبو إسحاق حويني رحمتي حافظه الله عالمك معاصرة كشاقل دي ألباني شهر لشانشوني كردي أم قصيش غلبانية داتو جاش غلبانية فرمي لرا أجر ابن جريج وتيتي إذا قلت قال عطاء قل روايتك وتيتي عن عطاء ألباني فرمي فقد أما أمينتو أيا قال وعن وكو يكنيانه اختلاف إلى سرى إجي من إجي موكو يك أبو إسحاق حويني رضي أداته إجي زمان قالوا عن وكو يكن الراوي مدلس نبي أقر راوي مدلس بوشي قول أقسكاني دقيق تبا شابكيتون تدليسي واتيا أشياء بيوتايا أقوتم عن عطاء بزان المتصلة ولي راوتي قال لحالك عن كان هميشة فلتر انتا قال نتيجة أبو إسحاق حويني أفرمي من أقصي شغلبانية قوي نازانم من إجم هر وقت ابن جريج تي عن عطاء للاي منها ضعيفة ومردودة والله تا إراك من هاتم حقيقة تر لسر ابن جريج كتحقيق مكر لبحثي تدليسك شون علماء لسري رد قوي بحثي يعني كده وتم ضعيفة فقد نكتة جريدة نكتة كام أبو كجالبة مثل بخاري مسلم أما شرتي بخاري مسلم يعني البخاري مسلم روايتي ابن جريج عن عطاء يعني هوردو صحيحة هوردو يعني نتيجة أمام كديد أو دو بياو قورو أو علمان قيم بو قسيك بلي علماء بعض جيجن روايتي ابن جريج بلي مدلسة ولي لعطائي ابن أبي رباح لعطاء ابن أبي رباح هو دال حملة لسرشي اتصال لحملة لسرشي چونك زور تكيابوه هجدة صال تكيابوه وخوشي أو روايتي إذا قلت قال عطاء بو إمام بخاري مسلم جميعنا هوردو ولما يجي إرادي أن لسنا قلتوا يعني زور الأحاديث الصحيحة كما أي خوينين ولا بخاري مسلم إجا ابن جريج عن عطاء دي أجا ضعيف أو أنا ضعيف درتي لحالك كز إرادي لسنا قلت نهاية أتواني بيجي بثواي أم قيلو قلفتانو روايتي عطاء درست إسقسك عطاء من إجي قال عطاء عطاء إجي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم حي السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي أصحابي بيغنبر عليه الصلاة والسلام من مرسلة عطاء من مراسيل عطاء أضعف المراسيل يعني عطاء نقلك لك أصحاب لك مشخزني مرسل عطاء أمه خب نقلك مراسيل عطاء ضعيفا ما يتعلم حديثة قصيهاتي لجهتي جارة سندك وكبعض يجن أوعى جار اللجاتي متنك وأما أما ثانيا اشتكي فرموك اشتكى واقع خلاف يوصف فنتي أصحابي بيغمبر عليه الصلاة والسلام ويانا كرت يسأل روي نسر يزاني أصحابي بيغمبر ويانا كرت ويانا عليه الصلاة والسلام روايتي تر هلا مصنف عبد الرزاق هربم سندا رقمي سيزار وحفتا عن ابن جريج عن عطاء دبارة قال سمعت ابن عباس حقيقة في قلبي شيء من هذه الرواية وفي من هذه السند هذا السند وقال نياز إنسان تحقيقي لسرك حقيقة يعني سندك الله أعلم قال سمعت ابن عباس وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة التحيات المباركات لله الصلوات والطيبات لله السلام على النبي ورحمة الله وبركاته عطاء لابن فرمي بيستمل لابن الزبير ولابن عباس
وتيانا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. أما لبقينا أما الروايتكي ابن مسعود شوني حل مصنفي عبد الرزاق برقمي 3070 ابن جريج قال قلت لنافع لنافع مولاي ابن عمر نقلك كابن عمر فرميتي السلام عليك أيها النبي. يعني ابن عمر لتشهد يا فرميتي شيء السلام عليك أيها النبي أمام. إذا روايتكي شيخي إمامي ابن مسعود رضاه رحمة الله النبي أول شونا دقت كان شم روايتكان برسيك الحمد لله أولا بزانم شن نفر لابن مسعود روايتي عن كردو طريقة كان بفضل خوي تعالى تحدي كي زور قشتي طريقة كان والله أعلم جمع وكرد تقريبا سنزة شواردة طريق لابن مسعود راوي روايتي كي يعني نزيق به شواردة تا بانزة راوي لابن مسعود روايتي عن كردو مستقيم مثلا أبي الأحوص كيكي لشاقر ذكاني ابن مسعود شقيق بن السلامة مثلا القماء أمسي أبو عبيدة كري ابن مسعود أما تشوار أبو معمر أما بنج إنجا مجاهد أما شش إنجا أبو عبد الرحمن السلمي أما حفت أسود أما هشت مسروق أما نو أمير بن السعيد أما دا تقريبا ددانا طريق مبوبياكرت جالب مثلا التواوي أم طريقانا كنقل كرياق لابن مسعود لهرد طريقة هيج كامي بحثي أوتي كزياناكا يعني شاقرداني بارزي ابن مسعود شاقرداني أو شاقرداني كفرتر لقل ابن مسعود أو انت أو راويك البخاري داوارد بوا هيج كامي بحثي وناكا كابن مسعود فرمو بيتيجي وقت وفاتي كذ أمانود السلام على النبي روايته كان إيش صحيح انقشتي يعني لا مصادر كان هاتوا بس طريقي صحيح يعني بوانية مثلا عن أم روايتك مثلا عن أبي إسحاق عن أبي الأحوز عن عبد الله أمد لتشندين كتبة واردة كمثلا الخواري أبي أحوز بتشندين طرق وتثريب من تلس نزيق بابن مسعود إنهم كردوه يعني هزل أبي الأحوز دهنا في النقل يعني كردوه ده هيج كامك يعني أمو واردنا وحتى مثلا روايتي القماء فرمي القماء شاقردي تبارزي ابن مسعود ابن مسعود رضي خوالي ودسي أقرتي تشهدي في ركني أفنو أي السلام عليك أيها النبي يعني لا هيج كام تنهى لروايتي كأمهاتوك أو روايتك البخاري ده واردة سندي أو روايتي أواسة أبو نعيم الفضل بن الدكين للسيف سيف مكي لمجاهد لأبو معمر لا عبد الله بن مسعود تنها لم روايته بم سند او تكهاتو خب جا خدي امر روايته امام النسائي امام البخاري هاوردوي او تكيه في زياد كدو امام النسائي بجيغاي النسائي او هاوردوتي اسحاق بن ابراهيم الفضل بن دكين سيف مكي مجاهد ابو معمر عبد الله بدون بخشي السلام على النبي حرب أو سنة إمامي نسائي هاورديتي بلان بخشي السلام على النبي كي تنخصتوه صحيح جا روايتي كتر بزار هاورديتي أبو أسامة سيف مجاهد أبي معمر عبد الله ببي ذكري أو تيكا خب للروايتي كي إمامي بخاري دا كالمسندي مستخرج على صحيح مسلمي أبي نعيم جاءتوه أفرمي أبو نعيم يعني فضل بن دكين لسيف لمجاهد لكي عبد الله بن السخبرك همان أبو معمرة كتابعيك يقولون سمعت ابن مسعود أو رواية تيريتو ككاتب رسول الأكرم عليه السلام زينبو أو ما نود وقت وفاتي كذ أو ما نود للرواية كترى دقتك رواية كترك لمسندي الشاشي هاتوا رقمي 895 مجاهد خوي مستقيم يجي قال ابن مسعود فحالك مجاهد دقتك مجاهد صالي بستويك هجري بدنيا هاتوا ابن مسعود صالي سيدو وفاتي كردوا ولما فرم مجاهد لابن مسعود قصينا بستوا بس مجاهد خويناتو يعني نقلك على ابن مسعود أشي لأبو معمر نقلك أما سندك ترك مجاهد خوي لإذي قال أبو معمر خوف وعي للروايتي كترا كمامي تحاوي لشرح مشكل الآثار أي تريتو حديثكي صحيحة سندكي أواسه
عثمان بن الأسود عن مجاهد عن ابن مسعود السلام على النبي لوي معمري تانية وقت تو أمر رواية تانية برسي جاء من ابن مسعود حرح وجودين يا أموزو على أو الطرق ترى خب لما باقي صحابتي لعمر بن الخطاب رضي خواي لبي لسر من بر في مردمي كرد أصح الأسانيد يكن في اعترافي لسر انتقادي نكر لسلماني فارسي لمعجم الكبير تبراني لمسندي بزارة واردة أو يشهر السلام عليك كيف المؤمن لابن عمر بسندي صحيح مالك عن نافع عن ابن عمر السلام عليك أيها النبي لابن الزبير لمعجم الأوسط تبراني دا واردة البتسند كيف يموى بيزعفي كيواتي ابن الله عيهاتي لابن عباس بسندي صحيح إمام دار قطني هورديوتي لسننكيا السلام عليك لأبو موسى أشعري بسندي صحيح السلام عليك لعائشة بسندي صحيح السلام عليك لابن مسعود أو بشترق السلام عليك لأبو سعيد خدري أو بهم طريق السلام عليك يعني هيج كامل الروايات تابع صحابك نقل يعني كردوا إلا يكدو إنه يكتب حسيا كمبتان أميت يعني قشتي بحسي السلام عليك خدي ابن مسعود إيش همو يعني السلام عليك فقد أم روايتي كنبي طريق مجاهد إمامي تحاوي لشرح مشكل الآثار أفرمي آليرا أم رواية منكرة أم روايتك فرمتي بيجي دعاية بيغمبر أمانود السلام على النبي أفرمي نكارتي واتيا نكارتك قسي ابن مسعود نية وهميك للراوية كان دي وهمي كاميانة إجي أبو معمر سقس جليل نايجين أوه وهميك يعني من يجم يجي من يجم مجاهدة بس سبب يجم مجاهدة بسبب أمر روايتك هورديتي عثمان بن الأسود عن مجاهد عن ابن مسعود معمري تيان ذكر نكر دواء دواء يجي قال أيود السلام على النبي حاليبوي يعني لما روايت مجاهد خوي بو خوي فرميتي السلام ينكه لولا معمري تي خستوه نتيجة إجي ليرا وهمي مجاهدة مجاهد ليرا خطاي كردوه اشتباه كردوه أولا لحازي سندكك أمهم إنما نسر نقل كرد ثانيا كوا ابن مسعود فرميتي دعاي إموامان أوت كوا أو أفرمي روايتي صحيح لأبو بكر الصديق أبو بكر الصديق ابن عمر نقلك كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب ثم ذكر التشهد ابن مسعود يعني السلام عليك حضرت أبو بكر لدوري خلافتي أفرين لسر منبر فيري أكدين أو يودكوا أجد دواي بيغمبر أخو حضرت أبو بكر ود دواي بيغمبر عليه الصلاة والسلام. لسندي أم حديث ذاك كلام مصنف ابن أبي شيبة أتوا نفريك يعني نك أبو بكر الصديق نفر بناء زيد العمي واتيا ك توز الضعيف لحازي حفظيها ولي حديث كلا برامبري أح للاي حديث ترى استنادي بيكري. وبسندي صحيح لحضرت عمر نقله لسر منبر لبرامبري قشتي صحابة فيري كردون أجد دواي بيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة ويان فرموا كوا أخو عمر بن الخطاب رضي خوالي بلسر منبر شيء ويا فرموا. أمام الدواء وأوهم حديثين لصحابيتر بس أمك لخدي متنك ابن مسعود وما نكد لقل أو حديثي تري ابن مسعود مخالفة لقل حديثي تري صحابيج مخالفة بس تيتو سرشي أفرمي أم وهمة من خويش ما حقيقة بوقعين وقت أم ترقم بوجموك قيم بميك أمشتيكي واتيا ساكي مامي تحاوي شهر مزيدي بر قوة بوينكا إنكا و دوائي لكتبك المعاصرين إيشا كتبك باشا كتب أوهام المحدثين الثقات دوائي كما أم تحقيقه بكل نكر أم كتبهم لقفصة كما بوتم أبزان أم تشيوتك أوهام المحدثين الثقات كي أنظم جلد الشيخ سعيد بن عبد القادر باش الفر تجلدي بنجا لا فريش استوهشتا حفتو تشوار بحثي أو شونيك لمجاهد يجيك حديثان محدثين الثقات جاء مجاهد فرقونس محدثين الثقات تريتو كوهميان كردوا مجاهدي كي هاردو تو تنها روايتي كي هاردو كي يجي وهمي كردو أم روايته سه روايته كي بخاري هاردو يسي يجي مجاهد لرا وهمي كردوا مجاهد وهمي كردوا وهم كيج بس السبب حرام توزيحاتي كي سذكر مقول الإمام تحاويق سكي تحاوي تريتو يجي ها تحاويش بحثي كردو توزيح داقة مخالف روايتي ترى لابن مسعود للصحابي تر نتيجة أما وهمي مجاهدة بلا صحيح بخاري شاتبه خوب او جوا اجي نتيجة اجي با مقزان بلان اجي ابن الملاقين ابن الملاقين جا حافظك يقول ابن الملاقين استاذ امام ابن حجر ابن الملاقين لشرح
الجامع الصحيح التوضيح لشرح الجامع الصحيح جلدي بيستنو لا بريسد وحفت أفرمي حديث كي بخاري تيريتو إجي هشيار بن ابن الملقن لرا أغانب ولا سرأمه نيزاني حديثك علتي كيواتيا وتيتي في آخر الحديث فائدة جليلة أن الإشارة والخطاب بقوله السلام عليك إنما كان في حياته وأنه يقال بعده بعد وفاته ما ذكره يجب زان أما ابن الملقين يجلي رابع علمك جليلة لوي أوي قرتوا نيزاني أما إني واتيا نفسنا علتي وهما كاش ذكرك جا جالف شيء حر خدي مجاهد لابن عمر حديث نقلك مجاهد لابن عمر حديث نقلك حديثك أما سأل حديث كلا ابن عمر بس ندي صحيح ولا رقم 2800 بيستويكي سنن الكبرى بيقي وارده كمن عمر فرمي إما التشهد مان أو التشهد أواس اللي بيغمبر بيستوما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته راوي كشي مجاهدة خب خدي مجاهد دواي للروايتي كي ترى كسندكي مجاهدي واتيا كمامي بيهقيج لإدامة أم حديثا روى ابن عدي رواه ابن عدي عن شعبة فوقفه إلا أنه رده إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم روايتي كترك الشعبي واتيا مجاهدي جي واتيا لو يفرميتي ابن عمر أمقس كيمان بيقي بوتان نقلكم كنا نقولها في حياته فلما مات قلنا السلام على النبي ورحمة الله ابن عمر فرميتي امل حياتي بغنبرة امانود عليه السلام عليك بلان دواي وفاتي امانود السلام على النبي ام روايتي تك مجاهدي واتيا اولا امام بيقي رحمتي خواي لي بي لذا خطأ نقلك في روايتك. ثانيا حديثك جوري كتير ثالثا ضعيف جدا. جاء حديثك شونه حديثك برعكس أو كتير. حديثك أواس ابن عديل الكاملة هاورديتي محمد بن عبد الرحمن الدغولي خارج بن مصعب بن خارجة مغيث بن بديل أخبرنا خارج بن مصعب عن شعبة عن أبي بشر عن مجاهد إجي مجاهد كنت آخذ بيد ابن عمر وهو يطوف بالبيت وهو يعلم التحية فذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيات السلام عليك قال كنا نقول لتعليمك ابن عمر وآيوت ولو روايته بيغمبر بي فرمون بيجن السلام على النبي تازين دبو أمانود السلام على النبي وقت وفاتي كن أمانود السلام عليك أيها النبي جاء جالب چي إمام بيهقي هاورديوتي نيا أتزهن درجيري أو جملة بوا اشتباه نقلي كده. إجين لو يدا وتيتي أس جاء محقق كيش حر عجانب ولا سرقة. هني كبيها قي أو اشتباه نقلي كده. لأصلي مستركاوات وابن عمر فرميتي لكاتي حياته يفرمو السلام على النبي لكاتي وفاته وتمان السلام عليك. اللي كتير كتير جابنا الغيلانيات أبو بكر الشافعي لا واردة أحرام حديث سبب سندوا حديث كإسناده واهن حديث كضعيفة مردودة. أما شوينك يترك مجاهدي واتي وحديثك لو شوينك حرأم شوازة بغلط بي بلان جالبي تشيه برعكسة لبي بام زانم شاهد كسد واي تحقيق محققي كي قوربو استفادك لسنان الكبرى باقي وغلطة نقل كرياج أما لجهتي حديثك ابن مسعود بلان أو روايتي ابن حزتي عائشة روايتك حزتي عائشة آوات و لموتاي إمام مالكة لإمام مالك لعبد الرحمن بن القاسم لقاسم لعائشة كله يفرمي تشهدي عائشة أبو يفرمو السلام عليك أيها النبي خب رواه البيهقي في سنن الكبرى رقم 2800 صحيحة روايتي كتير نقل لحزتي عائشة محمد بن خلاد صالح بن محمد بن صالح التمار عن أبيه عن القاسم علمني عائشة السلام عليك عائشة تعليمي تحياتي بيدان لبي أيود السلام عليك أما لبيهقي تاورد رقم 2843 توزي زعفي واتي عم روايته بل أما لبيهقي دا روايتي كي ترهز حجاج بن أرتاء لابن جريج ليحيى بن سعيد لقاسم كانت عائشة تعلمنا التشهد السلام على النبي عائشة أفرمي عائشة تشهدي في ركلين أي فرمو بيجن السلام على النبي سندكي صحيحة بل أما لبعض إلى النسخة كاني سنن الكبرى دا وبعض إلى النسخة كاني أري لبعض النسخة كان يسون الكبرى دا بأسلام عليك هاتوا هرم روايته لنسخة كمحمد عبد القادر عطا تحقيقي كردوا متنكي السلام عليك ما هم ختاز والله عالم لبي السلام على النبي دروس إتر للروايتي كي تراك كتبك كتبك نادرة واردة حال أم سندها هاتوا السلام عليك هاوردنا السلام على النبي يعني لحظة عائشة دو جور نقلة
روايتي مشهوري موافقي ما بقي صحابة وسا روايتي كيج نقل بوك وتيتي السلام على النبي خب لابن عمر لابن عمر چندين روايات واردة حمويان السلام عليك استنها يق روايات لمتاي إمام مالك واردة كي ابن عمر أفرميتي لا ابن عمر فرميتي مالك لنافع لا ابن عمر لبي فرميتي السلام على النبي سندك شيء صحيحة سندي أم روايته صحيحة ما باقي روايتان كلا ابن عمر واردين همي شيء السلام عليك صحيح جدا والله مهر أول روايتي كلا موتادات ولا نسخي محمد بن حسن كراوية محمد بن حسن الشيباني لإمام مالك لبي السلام عليك هاورديوتي بالنسخي ترى السلام عليك إذا آية تصحيفة اشتباب وهو الله أعلم لابن عباس وأوانيشا بس سندك واردة فقط أو روايتنا بك عتا ذكري كده بوصف أو قشت بس بينوا نهاية أم بم توزيحات أنا برا عزيزة كان درك كبير ومان كأو روايتيك ونقل كريا وتوزيح من دا روايتيك نيك أصلا استنادي في بكريتو كريا والسروك نهاية أو روايتي ابن عائشة شونا روايتك حزتي عائشة نبحثي قبل وفاتي واتيا نبعثي بعد الوفاة مخالفي كان روايتي كتير لحزة عائشة نهايتي اقتو قبولي شكي يجي تي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وايش فيري كردون مشكلة كينية اقر تي مخالفي وين نوع الشذوذ يواتي مخالفي او جمهوري صحابه وتابعينه هاليبون وجالبي تي امام بخاري رحمتي خوالي بالنكتة كاليرا او حديثي لكوها وردوه امام بخاري حديثي ابن مسعود هرام حديثي ابن مسعودي لحفش وينا استنات بكردوه لحفش وينا حديث كيف مسعود إلى بخاري داتوا بابي صلاة رقمي 862 واضح كابن مسعود فرمي وقت بيغمر يقع فيري كردم كفم لناود كف يابو فيري أكد إمام ابن حجر نقل كالة فتح الباري جلد يشجل أبريش رصد وسيوبانج أفرمي جاري واهز قد يكون الحديث على شرط البخاري جاري واهز حديث يكز لسر شرطي بخارية بلام أو حديث يعارزه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر حديث يكتر معارزي أكاك أولى ترعملي بيبكي لشويني تايبتي خويا أو حديثة نايري يعني إمام بخاري أم حديثي لبابي تشهد أنا هاوردوه أم بشه تاني شان با كأم زيادة واليرا مخالفي أو زيادة حديثة كاني ترى من لبين أي ترم أقلنا لبين أي هاورد ويخرجه في آخرة لبابي كي ترك أخفاز نقلك لينبه على أنه صحيح إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به حديثة كالصحيح ولي الظاهرة كي عملي بيناكري حالی بی، وی امام بخاری جوی هاورد و لبابی خویانه هاورد و بیجت تشهود و لیرام بیجن. لبید حر آوانی تری هاورد و. بس اما بزنن لام جهته و اثر که عبدالرزاقیش که ذکرم کرد بودن چونو نهایتا. ملا علی قاری رحمتی خوایلی بله شرح مشکات المسابیح مرقات المفاتیح لسر حدیث کی بخاری که لبی فرمودی آخر کیوتی وقت وفاتی فرمود من السلام اتیه چی لسر نیه. أفرمي أقا قصي ابن مسعود يجبه إذا ما كي قصي ابن مسعود نية چون لرا بخاري نيها وردوه ومحتمل لرا يعني دواي وفاتي جهر أمانود السلام عليك أيها النبي يا احتمال يز أو معناه تربدا يعني أقا حتى ينبه وقت احتمال يجي تيكوتو ناتوانيني بيبكي أماما فس لباري بالرسي أم حديثة چند تشتيكيها تبين يك نزليك ظني قوي من بو حاصل بو كم حديثة خطاس اگه فرض کن قطعیج نبود بید زنایان افرمن اشهادی ابن مسعود بود والله مختیقی تبال روایاتی تری ابن مسعود و شاگرد کانی ابن مسعود او همو شاگرده هیچ کام امی نقل نکردوه بس دیاره ما حتی ابن مسعودی جوایه نکرد نتیجه تن شیخ ابن عثیمین لکتیوی شرح الممتعه لوی افرمه اما اوشتی که وارده لابن مسعود که اوی فرموه اجه هزا من اشتهاده رضی الله عنه اشتهادی خویه التي خالف فيها من هو أعلم منه مخالفي كسيكتي أكبرك لو عالم ترى عمر بن الخطاب عالمي أمة خليفة مسلمان لسر من بر خطبي داو أمي فرمو أصح الأسانيدة هيج كسيكيش إنكاري لسر نكر
وبيغمبرج عليه الصلاة والسلام تعليمي أمتي بمجورة داقة أقل لازم بقى أي فرمو دواي مرقي من وابيجن بس إشارة بكم ابن ملقين لشرح جامع الصغير جامعة الجامع الصغيرة روايته إشارة كبروايته لا وجود له أصلا إجي حافظ ابن المديني لكتيو ترغيب وترهيب خويا هاورديو تيلا محمد بن نازان مكي تابعية كبيغمبري خواه فرمويتي أجا من وفاتم كردوا من بيجن السلام على النبي. أم رواية وجودي كيني لهجكيا. أجا مثلا بكسي عودي بابذان لا أساس له. بس شيخ عسيمين جفرمي صحيح رأمسا وويجك يجين السلام عليك يجي هيج مشكلة كيني. أما بيغمبر عليه الصلاة والسلام فيدي كردين وكو أستول تيري تحزوري خوت حساسك واي تحزوري بيغمبر أو يجي عليه الصلاة والسلام الشرح الممتع جلدي يقلع قريب 500 بس أما لا أما والشيخ كيتل معاصرين عبد الله غنيمان هر سعودية لشرح كتاب التوحيد بخاري فرمي أحاديث كان قشتي متفقا لسر لفظي خطاب إلا أو روايتي ابن مسعود نوي كمخالفي قشتي روايتاني كدوا إمش هر أو أقرين كخطابي قرار دين وهر أو صحيح بس إن شاء الله أمل لسر تان حلبو بأم نتشن بحكو ترسيتان الحال مفيد بو بيبوتان أصلا بويا ما نقل كيجي ميك بيكي صحابه كي نقل ودعاء حضرت عمر بسندي صحيح ولا سر من بر او اكا يجي ما قد وايو فاتني ثانيا مطلب يقالي راكب لبيب نتشي بحسن مساء توجيه كي شلونك نجد وايو فاتي بيغمبر عليه الصلاه والسلام اترتو اني دوايو فاتي شلون تو خطابي قرار دي ديق قرار بحسي اما بك بيغمبر عليه الصلاه والسلام اقادر بالموضوع يا اقادرني خو هر اما لدوري حياتي شي ام طلبتي تبرو باش خو اوي حاضر بولا لاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام يا اوي كل سفر ابوه ما قهني انو تا السلام عليك اقا من نكتيكا شهل دوري پیغمبر ايشا بي فرمايا وانيا حالي من فس او الدليل اي كتياني حيش اي كتياني او مسألة لبذل المشروطة كشرح سنن ابو داود افرمي اقا اوا بك اوان ايجن لو كان كذلك كان ينبغي ان يقال في حياته صلى الله عليه وسلم عند الغيبة في السفر وغيره بدون لفظ الخطاب ولم يثبت بعده بل كانوا يقولون في الحضور والغيبة بلفظ الخطاب فينبغي أن يقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كذلك بس حيجي نيك انت يعني لا مشكلة لك بويا بحث بحثك بعض كذا إيوات بابي اعتقاد وأقيدة أصلا إيوات مسائل أنا كي خطرناك ذكر عما الشركة والشيئة والدروزنية بويا صحابة لبحثي اعتقاديها ذكر أصلا أي تيرن وصل مسائل أنا كي زور خطرها تشتك توجي جاربة بتواصل توبي أصلا تشتك ثابت بك مسألة ثابت بك لحاوة إيجابي ربي كمسألة كيش لسر دي قران حالي بوي بس هو بحثك إن شاء الله مفيد بو ببوتان إن شاء الله كأخوي تعالى خيري تبخات وبركات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب